بسم الله الرحمن الرحيم. تحية طيبة للسادة الحضور، برعاية وحضور سيادة الأستاذ مصطفى الكاظمي رئيس مجلس وزراء المحترم. يتم في هذا اليوم الخميس المصادف 16 من شهر كانون الأول لعام 2021 توقيع 15 عقدا لبناء 1000 مدرسة بين اللجنة العليا لبناء المدارس وشركتي باور تشاينا وسينوتك الصينية ضمن اتفاقية إطار التعاون بين الحكومتين العراقية والصينية. يتفضل بالتوقيع من الجانب العراقي السيد كرار محمد عبد الزهرة المدير التنفيذي للجنة العليا لبناء المدارس، ومن الجانب الصيني السيد لي ديزي نائب رئيس شركة باور تشاينا لإنشاء 679 مدرسة، فليتفضل بالتوقيع. يتفضل بالتوقيع الآن من الجانب العراقي السيد كرار محمد عبد الزهرة المدير التنفيذي للجنة العليا لبناء المدارس، ومن الجانب الصيني السيد جو جون المدير الإقليمي لغرب آسيا والشرق الأوسط في شركة سينوتك لإنشاء 321 مدرسة، فليتفضل بالتوقيع.